السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض عن شابتر واحد في الكهربيه، بنتكلم على حاجه اسمها الالكتريك تشارج والالكتريك فيلد، الشحنه الكهربيه والمجال الكهربي والقوى الكهربيه. تعال كده نبدا نشوف الشابتر الاول بيتكلم عباره عن ايه. طبعا الشحنات اللي احنا بنتعامل معاها طول الشابتر حاجتين، في حاجه عندنا بنسميها بروتون، وطبعا زي ما حضرتك عارف البروتون ده بياخد اشاره موجبه، وفي حاجه تانية اسمها الكترون، والالكترون ده بياخد اشارة سالبة. طيب في برضو شوية حاجات كده من خواص الشحنات اللي انت لازم تكون واخد بالك منها. لو انا عندي شحنتين لايك تشارجز، يعني ايه لايك تشارجز؟ يعني زي بعض، وليكن موجب وجنبها موجب، فقالك الشحنتين دول بيحصل لهم حاجة اسمها ريبل، تنافر. طب لو سالب وسالب برضو ما يحصل لهم ريبل. ولو انا عندي هنا شحنتين عكس بعض ان لايك تشارجز، وليكن موجب ومعاه سالب، قالك دول بيحصل لهم اتراكت. يعني ايه اتراكت يا باشمهندس؟ يعني بيتجاذبوا لبعض. يبقى انا دلوقتي قلت كام معلومه؟ قلت ان انا البروتون عندي بياخد اشاره موجبه، والالكترون بياخد اشاره سالبه. لو الشحنتين عندي زي بعض بيحصل لهم ريبل، لو عكس بعض بيحصل لهم اتراكت. طيب سواء الشحنتين هيحصل لهم ريبل او يحصل لهم اتراكت، فانا بحتاج احسب القوه اللي ما بينهم، اللي هي قوه التنافر او قوه التجاذب. طيب هحسب قوه التنافر او التجاذب ده ازاي؟ في واحد عندنا اسمه كولوم، حط قانون وسماه باسمه، قال لك القانون ده اسمه كولومز لو. طيب ببساطة كده كولومز لو ده بيتكلم عن ايه او ايه الموضوع بتاعه؟ بيقولك تخيل لو انا عندي هنا شحنة موجب Q1، وعندي هنا كمان شحنة موجب Q2، وفي ما بين الشحنتين دول ديستنس R. فدلوقتي الشحنتين دول واضح من الشكل ان هما يعملوا ريبالشن او يعملوا قوة تنافر ما بينهم، فانا عاوز احسب القوة دي. فببساطة كولوم قالك ان القوة او الفورس هتساوي K في Q1 في Q2 مقسومة على R تربيع. واحدة واحدة، الاف دي اللي هي الفورس، القوة اللي عندي، وأي قوة عندي طبعا يا باشمهندس بقيسها بوحدة النيوتن. بعد كده الكيو واحد وكيو اتنين دي اللي هي التشارج، الشحنة، وقال لحضرتك بقيس التشارج بنفس اسم القانون اللي هو بقيسها بحاجة اسمها الكول. بعد كده عندنا الار، الار دي اللي هي الديستنس، وأي ديستنس عندي يا باشمهندس بقيسها بوحدة اسمها المتر. بعد كده عندي الكي، قال لي إن الكي ده ثابت قانون كولوم اللي هو الكونستنت، وده لو أنا شغال في الهواء، الكي بتاعت الهواء هتساوي 9 × 10^9 اللي هو الفري سبيس، يعني لو شغال في الفراغ، والوحدة بتاعته بتكون نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع. فببساطة خالص لما بيكون عندي حاجة بالشكل ده بقول اه والله دلوقتي ان عندي الشحنتين دول يعملوا سواء تنافر او تجاذب، عاوز اجيب القوة اللي ما بينهم، بطبق القانون ده ان الاف كي في كيو واحد في كيو اتنين على ار سكوير. وطبعا عرفنا مين الاف مين الكيو مين الار، وعرفنا ان الكي ده الثابت 9 × 10^9. طيب بعد كده عندنا في الشابتر ده جزء بيتكلم عن حاجة اسمها الالكتريك فيلد. يعني ايه الالكتريك فيلد؟ المجال الكهربي. طبعا يا باشمهندس اي جسم مشحون بيخرج حواليه مجال كهربي، المجال ده بيأثر على اي نقطة موجودة حواليه بقوة. يعني المجال الكهربي ده هو ببساطة القوة اللي خارجة من الشحنة وتأثر على كل النقط اللي حواليها. فانا دلوقتي مثلا عندي شحنة بالشكل ده كده، وليكن موجب Q1، وفي هنا بوينت اسمها B، فانا عاوز اعرف مدى تاثير الشحنه Q1 على البوينت اللي اسمها بي، او بمعنى تاني Q1 هتاثر على النقطه اللي اسمها بي بمقدار قد ايه. قالك الموضوع بسيط، بنقول ان الاي او الالكتريك فيلد بيساوي كي في Q1 على ار سكوير. لو خدت بالك ان القانون ده شبه قانون كولوم تقريبا، بس هنا كنت بقول كي في كيو الاولانيه اللي هي Q1 دي على ار سكوير. ولكن عاوزين دلوقتي نبدا نحدد اتجاه المجال. طبعا المجال بيكون له اتجاه، طب بحدد اتجاه المجال ده ازاي؟ اتفقنا مع بعض ان المجال هيخرج من الشحنه الموجبه، المجال دايما بيخرج من الشحنه الموجبه، والمجال بيدخل الى الشحنه السالبه. طب احنا جبنا الاتجاهات دي بناء على ايه؟ بناء ان انا فرضت ان عند النقطه بي اهو في بوزيتيف تيست تشارج، شحنه اختباريه موجبه. فلو حطيت انا فرضت ان في هنا شحنه موجبه، ايه اللي هيحصل؟ موجب يعمل تنافر فالمجال بيكون خارج، ولو الشحنه دي كانت سالبه فالمكان هيكون داخلها لان هيحصل تجاذب. او بمعنى تاني انا لما اجيب لك شحنه بالشكل ده موجب، واقول لك دي نقطه اسمها بي، وعاوزك ترسم اتجاه المجال عند النقطه بي، هترسم عند النقطه بي سهم بيشاور ان هو خارج من الشحنه الموجبه بالشكل ده كده، يبقى ده كده اتجاه المجال. طب لو انا جايب لك شحنه سالبه اسمها كيو، ودي نقطة اسمها بي، وعاوز ارسم اتجاه المجال، هترسم سهم بيشاور ان هو داخل للشحنة السالبة، يبقى زي ما اتفقنا ان المجال بيخرج من الموجب وبيدخل للسالب. طيب في بقى جزء مهم محتاجين نتكلم فيه. يعني مثلا دلوقتي لو انا جيت قلت لك ان انا عندي هنا شحنة موجب Q1، وقلت لك ان دي بوينت اسمها بي،
جيت قلت لك احسب الالكتريك فيلد، تقول لي سهل، الالكتريك فيلد اهو بيساوي كي في كيو 1 اوفر ار سكوير. طب عاوز اجيب اتجاه المجال، دي شحنه موجبه، اروح عند النقطه بي وارسم سهم بيشاور ان هو خارج من الشحنه الموجبه، ده اللي هو الاي. طيب بعد ما انا ما خلصت لقيته قام جايب لي شحنه اسمها كيو ستار، وقال لي بعد اذنك حطها عند النقطه بي، اسمها اي حاجه، موجب كيو ستار، وحطها عند النقطه بي، وقال لي هات الالكتريك فورس. دلوقتي بقى عندي شحنتين، فهرجع للكوين اللي انا خدته في الاول اللي هو كي في كيو في كيو على ار تربيع، هقوم قايل له ان الاف بتساوي كي في كيو 1 في كيو ستار على ار سكوير. قول لي كده يا باشمهندس لو خدت بالك، كي في كيو 1 على ار سكوير ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الالكتريك فيلد اللي انت حسبته. يعني انا كده ممكن اقول لك ان الفورس بتساوي الالكتريك فيلد في قيمه الشحنه اللي هو المجال ده، يعني اقدر اقول ان القوه بتساوي المجال الكهربي في قيمه الشحنه اللي انا حطيتها جواه، والقانون ده مهم جدا. يبقى القوه بتساوي المجال الكهربي في قيمه الشحنه اللي انا حطيتها جواه. بس فاضل كده حاجه، عاوزين نجيب مع بعض اتجاه القوه. اسالك سؤال، ده موجب وده موجب، يعملوا مع بعض تنافر ولا تجاذب؟ تنافر، فالموجب ده هيزق الموجب ده بالشكل ده كده، فيبقى ده اتجاه الفورس. طب كده اتجاه القوه واتجاه المجال مع بعض ولا عكس بعض؟ مع بعض. فوصلنا لايه بقى؟ بيقول لك عند وضع شحنه موجبه، لما احط شحنه موجبه في مجال، بيقول لحضرتك ان اتجاه القوه بيكون نفس اتجاه المجال، اتجاه القوه بيكون نفس اتجاه ايه؟ المجال. طب اعكس بقى معايا، عند وضع شحنه سالبه في مجال، لما احط شحنه سالبه في مجال، قال لك اتجاه القوه هيبقى عكس اتجاه المجال. يبقى من الاخر كده يا باشمهندس، لما احط شحنه موجبه في مجال يبقى اتجاه القوه نفس اتجاه المجال، لكن لو احط شحنه سالبه في مجال يبقى اتجاه القوه عكس اتجاه المجال. ده اللي احنا استنتجناه من الجزء ده. طيب تعالى كده اما نشوف بعض المسائل على الكلام اللي احنا خدناه ده ونطبق عليها واحده واحده. بيقول لك هنا ايه؟ تو ايكوال تشارجد، عندي شحنتين متساويتين اللي هم في الصوره دول اللي هم كيو وكيو. فبيقول لحضرتك ان الديستنس ما بينهم الار 3 سنتي، يبقى انا دلوقتي عندي المسافه دي ب 3 سنتي، بس انا بشتغل بالمتر فهضرب في 10 اس سالب 2 عشان تبقى بالمتر. فيقول لحضرتك فايند ذا ماجنتيود اوف تشارج، هات لي القيمه بتاعت كل الشحن، يعني عاوز الكيو دي والكيو دي بكام؟ اللي هيعمله ريبل تنافر. طيب تمام، لو الماجنتيود بتاع الفورس، لو القيمه بتاعت القوه 2 في 10 اس سالب 5، يعني انا عندي الفورس 2 في 10 اس سالب 5 نيوتن، وعاوز اجيب الاشاره بتاعت كل شحن. طيب دول شحنتين، فانا لسه واخد القانون الاف بتساوي كي في كيو 1 في كيو 2 على ار سكوير. يبقى الاف بكام؟ 2 في 10 اس سالب 5 بيساوي الكي عندي بكام؟ ده ثابت 9 في 10 اس 9. طيب وكيو 1، كيو 1 عندي بكام؟ اسمها كيو. طيب ادي كيو اي، وكيو 2 برضو اسمها كيو على الار سكوير، المسافه اللي هي 3 في 10 اس سالب 2. طيب تعال نكمل، يبقى 2 في 10 اس سالب 5 بيساوي 9 في 10 اس 9 مضروبه في كيو في كيو، كيو في كيو طبعا هيديك كيو تربيع على 3 في 10 اس سالب 2. لو جيت ابص كده مين اللي موجود عندي في المعادله، هتطلع الكيو من هنا كده، هطلع الكيو وما تنساش الوحده بتاعتها ايه؟ كولوم. طيب نشوف مساله ثانيه، بيقول لحضرتك هنا ايه؟ 3 4 مايكرو كولوم بوينت تشارجز، عندي 3 شحنات وقيمه كل شحنه فيهم 4 مايكرو كولوم. حلو قوي الكلام ده. فيقول لك ار بليسد الونج ستريت لاين، محطوطين على خط مستقيم بالشكل ده as shown in figure، يعني رسمه معاك. كالكوليت ذا نيت فورس ان كيو 2، عاوز اجيب القوه اللي موجوده على كيو 2. طيب واحده واحده، دلوقتي الشحنه اللي هي كيو 2 اللي انا هشتغل عليها دي هيجي لها قوه من كام مكان؟ من الشحنتين، من دي ومن دي. تعال اول نشتغل على كيو 1. طيب كيو 1 دي هتاثر على كيو 2، فايه اللي هيحصل؟ كيو 1 هتزق كيو 2 بالشكل ده كده. طيب القوه دي كده جايه منين؟ من 1 واثرت على 2، فهنسميها اف 1 2. طيب كيو 2 هتعمل ايه في كيو 1؟ برده هتزقها بالشكل ده، والقوه دي جايه من 2 واثرت على 1، فهتبقى اف 2 1. ولكن انا اللي يهمني هنا القوه اللي على كيو 2، ليه؟ لان هو طلب منك، بيقول لك هات النت فورس في السؤال اهو اللي موجوده على كيو 2. طيب تعال نكمل، كيو 3 برده هتاثر على كيو 2، فكيو 3 هتزق كيو 2 كده لان برضه هيحصل تنافر. طب القوه دي جايه من 3 اثرت على 2، فهتبقى اف 3 2، برضه كيو 2 هتزق دي كده، وجايه من 3 جايه من 2 واثرت على 3، تبقى اف 2 ايه؟ 3. انا بقى اللي يهمني دلوقتي القوه اللي طلعت معاك على كيو 2،
تعال نشوف مين اللي على كيو 2، عندي اف 1 2 هروح احسب اف 1 2 بيساوي، تعال كده نشوف هنكتب ايه، كي الشحنات اللي مطلوبه دلوقتي 1 و2 يبقى كيو 1 في كيو 2 على ار تربيع. يلا عوض معايا الكي ده كونستانت معاه خلاص كام بتوصل في 10 اس 9 في كيو 1 عندي ب 4 مايكرو يبقى 4 والمايكرو زي ما احنا متعودين ب 10 اس سالب 6 في كيو 2 كيو 2 ب 4 مايكرو برضو يبقى 4 في 10 اس سالب 6 على الار المسافه ما بين 1 و2 هتلاقيها ب 3 متر يبقى 3 باور 2 شوف الناتج هيطلع معاك بكام وطبعا القوه دي وحدتها بتكون ايه نيوتن طب فاضل قوه لسه اللي هي اف 3 2 اف 3 2 هيساوي كي في كيو 3 في كيو 2 لان الشحنات اللي مطلوبه 3 و2 على الار تربيع بيساوي ركز معايا الكي ده كونستانت معاك كيو 3 برضو ب 4 مايكرو يبقى 4 في 10 اس سالب 6 كيو 2 4 مايكرو يبقى 4 في 10 اس سالب 6 على الار الار المسافه ما بين مين ومين بقى ما بين 3 و2 هتلاقيها 3 متر يبقى 3 سكوير شوف الفرصه هتطلع معاك بكام نيوتن طب انا دلوقتي عاوز اجيب الريزلتنت او المحصله او الاف توتال او النت فورس دلوقتي القوتين اللي على الشحنه رقم 2 هم عكس بعض فهتبقى الاف توتال هطرحهم من بعض فهتقول لي اف 1 2 ناقص اف 3 2 ولو انت خدت بالك من اول المساله اصلا انت عندك الشحنات متساويه والمسافات متساويه فالمفروض ان الناتج ده هيطلع زي الناتج ده فلما هتطرحهم من بعض هيطلع النت فورس او القوه المحصله بكام بزيرو طيب جايب لي مساله بيقول لي عندي 2 بوينت تشارجز كيو 1 4 مايكرو كولوم وكيو 2 6 مايكرو كولوم فيما بينهم مسافه 10 سم تعال نرسم اللي هو بيقول عليه عندي شحنه كيو 1 قيمتها 4 مايكرو كولوم وشحنه ثانيه كيو 2 قيمتها 6 مايكرو كولوم وقال لك ان المسافه ما بينهم 10 سم حلو قوي الكلام ده فيقول لك بوينت تشارج كيو 3 2 مايكرو كولوم في الميد واي يعني ايه في الميد واي في النص ما بينهم اهي شحنه موجب كيو 3 بتساوي 2 مايكرو كولوم يعني المسافه دي هتبقى 5 سم والمسافه دي هتبقى 5 سم لانه قال لك في الميد واي ما بينهم طيب find the magnitude and the direction of the resultant force on Q3 عاوز القوه المحصله على Q3 طب يلا نشتغل زي ما اشتغلنا في المساله اللي قبلها بالظبط Q3 هيجي لها قوه من شحنتين تعال ما نبدا الاول من واحد واحد هتقوم جايه زقه 3 بالشكل ده كده طبعا وهتقول لي 3 هتزق واحد بس خلاص بقى احنا دلوقتي هنشتغل على 3 فخلينا نكتفي بالقوه بتاعه 3 دي طيب القوه دي جايه من واحد واثرت على 3 فهسميها F1 3 طب ما هي 2 هتزق 3 برده بالشكل ده كده فالقوه دي جايه من 2 واثرت على 3 فهنسميها اف 2 3 يلا ابدا هات اف 1 3 زي المساله اللي فاتت بالظبط هيساوي كي كيو 1 كيو 3 على المسافه تربيع بيساوي الكي ده كونستانت طب وكيو 1 عندك كيو 1 عندك ب 4 مايكرو يبقى 4 في 10 اس سالب 6 في كيو 3 كيو 3 عندك ب 2 مايكرو يبقى 2 في 10 اس سالب 6 على الار المسافه ما بين 1 و 3 هو في الميد واي يعني المسافه 5 سم بس انا بشتغل بالمتر اضرب في 10 اس سالب 2 وما تنساش ان هي باور 2 طلعت الفورس والوحده بتاعتها نيوتن طيب بعد كده هتروح تشوف اف 2 3 هيبقى بيساوي كي كيو 2 كيو 3 على الار سكوير بيساوي الكي معايا كيو 2 كيو 2 معايا بكام ب 6 مايكرو اهي يبقى 6 في 10 اس سالب 6 في كيو 3 كيو 3 معايا ب 2 مايكرو يبقى 2 في 10 اس سالب 6 واتفقنا المسافه ب 5 سم اضرب في 10 اس سالب 2 باور 2 طلعت الفورس والوحده نيوتن طب اجيب الاف توتال ازاي هنا هتبدا تطرحهم من بعض اف 1 3 ناقص اف 2 3 طلعت الفورس بس هو عاوز الدايركشن طبعا القوتين عكس بعض فالدايركشن بتاع القوه بيكون في اتجاه القوه الاكبر يعني بمعنى لو انا مثلا طلعت اف 1 3 مثلا ب 100 واف 2 3 ب 50 يبقى اف 1 3 هو الاكبر فكده اتجاه القوه هيكون تو رايت ناحيه يمين لان اف 1 3 ناحيه يمين طيب لو اف 2 3 هي اللي كانت اكبر يبقى هتبقى اتجاه القوه تو ليفت يبقى اتجاه القوه بيكون في اتجاه القوه الاكبر والله لو القوه اليمين هي الكبيره يبقى اتجاه القوه تو رايت لو الشمال هي الكبيره يبقى اتجاه القوه تو ليفت في نوع من المسائل مهم اللي هو ايه بقى يجيب لي كده شحنتين وليكن شحنه موجب كيو 1 مع شحنه موجب كيو 2 هما ايه اللي ايه يقول لي انا عاوز مكان المجال فيه بزيرو عاوز مكان يبقى المجال فيه بزيرو طب تعال نشوف انا مثلا هحط النقطه دي وهفترض ان المجال هنا بزيرو طب تعال كده اما نجرب دي شحنه موجبه المجال خارج ولا داخل اللي هي رقم واحد المجال خارج من الموجب فيبقى ده اتجاهه طب دي برضو شحنه موجبه فالمجال برضو هيبقى خارج من الموجب فيبقى ده اتجاهه فطبعا استحاله المجال هنا يساوي زيرو ما ينفعش المجال هنا يساوي زيرو
ليه؟ لان هنا المجالين مع بعض، فالمحصله بتاعتي ان انا هجمعهم. طيب خلاص، يبقى مش هينفع احط النقطه دي بره. طب تعال نجرب نحط النقطه دي كده جوه ما بين الشحنتين، تعال كده ما نشوف ايه اللي هيحصل. ده موجب فالمجال خارج بالاتجاه ده، طب وكيو 2 موجب فبرضه المجال هيبقى خارج من النقطه بالاتجاه ده، كده المجالين عكس بعض. فدلوقتي لو قدرت اخلي اي 1 بتساوي اي 2 هيلاشوا بعض، فبالتالي المجال ممكن يساوي ايه؟ زيرو. فوالله بقى بيقول لك ايه، لو الشحنتين اللي عندك، لو الشحنتين اللي قدام حضرتك دول زي بعض، يعني ايه زي بعض؟ يعني موجب وموجب او سالب وسالب، يبقى المكان بتاع التعادل او المكان اللي القوة فيه هتساوي زيرو، او المجال هيساوي فيه زيرو، هيبقى جوه جنب الصغيرة. ليه جنب الصغيرة؟ عشان تطلع معايا الحسابات الرياضية مظبوطة. طيب ده لو الشحنتين زي بعض يبقى المكان جوه جنب الصغيرة زي ما هنشوفها دلوقتي في مسألة. طيب لو انا بقى جبت لك شحنتين زي كده، موجب Q1 وسالب Q2، قال لك بقى هنا دول الشحنتين عكس بعض، يبقى المكان بره جنب الصغيرة. تعال نجرب كده نحط النقطة دي بره بالشكل ده كده، دي موجب فالمجال هيبقى خارج بالشكل ده كده، ده سالب فالمجال هيبقى داخل. فكده لو الاتنين دول بيساووا بعض يبقى المجال ممكن هنا يساوي كام؟ زيرو. فبيقول لك ايه بقى، لو الشحنتين عكس بعض، يعني ايه عكس بعض؟ يعني موجب وسالب، يبقى المكان خلي بالك بره جنب الصغيرة، بره جنب الشحنة الصغيرة. جميل قوي الكلام ده. طيب تعالى كده اما نشوف عليها مثال. جايب لي هنا مسألة بيقول لي بوينت تشارج Q1، الكيو 1 ديت 16 مايكرو كولوم عند اكس بتساوي زيرو. فانا هروح احط المحاور بتاعتي، ادي محور واي وادي محور اكس. قال لك الشحنة اللي عندك 16 مايكرو كولوم ومديها لك موجبة اهي عند اكس بتساوي زيرو، فده Q1 ب16 مايكرو كولوم. عند سكند تشارج Q2 4 مايكرو كولوم عند اكس بتساوي 1، يعني امشي على محور اكس 1 متر واحط شحنه موجب Q2 4 مايكرو كولوم. طيب بيقول لك ايه بقى، وات ذا بوينت، هات نقطه بيسايد الانفينيتي غير المالا نهايه طبعا يكون الالكتريك فيلد عليها بزيرو. عاوز نقطه يبقى المجال الكهربي عليه بزيرو. طيب اسالك سؤال، الشحنه دي موجب والشحنه دي برضو موجب، يبقى المكان جوه جنب الصغيره، مين الصغيره؟ 16 ولا 4؟ 4. يبقى المكان هيبقى هنا كده تقريبا. فانا كده بتوقع ان النقطة دي المجال عليها بيساوي كام؟ زيرو. تعال ما نتأكد، دي الشحنة اللي هي كيو 1 فالمجال موجب، هنا الشحنة موجبة فالمجال هيبقى خارج بالشكل ده كده، فده كده اتجاه الاي 1. طيب دي شحنة كيو 2 فعلى النقطة دي هيبقى المجال خارج برضو من الموجب، فيبقى ده الاي 2. كده امتى المجال هنا يساوي زيرو؟ تقولي بمنتهى البساطة لو الاي 1 بتساوي الاي 2. يلا نعوض، اي 1 كي في كيو 1 على ار تربيع بيساوي كي في كيو 2 على ار تربيع. شيل الكي حضرتك مع الكي، كمل معايا. هنا عاوز كيو 1، كيو 1 ب16 مايكرو، يبقى 16 في 10 اس سالب 6 على الار. المسافه من واحد للنقطه، المسافه من واحد للنقطه دي انا ما اعرفهاش فهحطها اكس، يبقى على اكس باور 2 بيساوي كيو 2 عندك بكام؟ 4 مايكرو، 4 في 10 اس سالب 6 على الار. المسافه من 2 المره دي، من 2 للنقطه، المسافه من 2 للنقطه دي تفتكر بكام؟ تعال ما نشوف، دي باكس ودي كلها بواحد، يبقى الحته الصغيره ده بواحد ناقص اكس، يبقى الحته ما بين 2 والنقطه تبقى 1 ناقص اكس باور 2. كده مين اللي مجهول؟ المجهول بالنسبه لك هيبقى الاكس، فهتطلع الاكس، فانت كده جبت النقطه او حددت النقطه بالظبط اللي هيكون عليها المجال الكهربي بيساوي زيرو. طيب جايبني مساله تانية بيقول لي ايه؟ What are the magnitude and the direction of electric field؟ عاوز قيمة واتجاه المجال اللي هيبالانس الويت بتاع الالكترون، اللي هيعادل وزن الالكترون. طيب تعال نشوف الموضوع ده، انا دلوقتي عندي الكترون اهو وعاوز قيمة المجال واتجاهه اللي يعادل وزن الالكترون. طبعا الالكترون بإشارة سالبة. طب انا كل اللي انا عايز دلوقتي اللي انا اعرفه وزن الالكترون. طبعا اي جسم وزنه بيأثر فين؟ لأسفل تحت، ام في جي. طب انا عاوز اعادل الوزن ده، فطبيعي هحتاج قوة فين؟ بالظبط كده، لأعلى. امتى الوزن ده او الجسم ده يبقى وزنه متعادل او يبقى طاير في الهواء او يبقى معمول له اكوليبريم او بالانس؟ لو الاف بتساوي ام اف جي. طيب يبقى الاف بتساوي، هو مدي لك كتله البروتون اهو بالرقم ده، ومدي لك كتله الالكترون بالرقم ده. طبعا انا شغال على الالكترون، فهاخد كتله الالكترون اللي هي 9 و11 في 10 اس سالب 31 في عجله الجاذبيه اللي هي 9 و8 من 10. طلعت القوه، بس انا مش عاوز القوه، انا عاوز المجال. ما انا قلت لك ان الاف بتساوي الاي في الكيو في اول السكشن، قلنا الاف بتساوي الاي في مين؟ في الكيو. انا معايا الاف
والكيو هنا شحنة الإلكترون هو مديها لك في الآخر أهي 1.6 × 10^10 ، فكده هطلع من هنا مين؟ المجال ووحدته نيوتن على كولوم. كده أنت جبت المجال، فاضل الاتجاه. تعال نحدد الاتجاه مع بعض. إحنا كنا قلنا في أول السكشن إيه، في أول سبورة خالص، بيقول لك عند وضع شحنة سالبة في مجال، والإلكترون سالب، عند وضع شحنة سالبة في مجال اتجاه القوة عكس اتجاه المجال. طب دلوقتي القوة لفوق، يبقى المجال هيبقى فين؟ لتحت. بالظبط كده، هيبقى المجال داون وورد لأسفل، المجال هيبقى داون وورد لأسفل. طب لو الشحنة دي كانت موجبة، كان هيبقى اتجاه القوة نفس اتجاه المجال، فوقتها كان هيبقى المجال فين؟ لأعلى. خلي بالك من المسألة دي بعد إذنك. في جزء عندنا يا شباب اسمه موفينج اوف تشارج ان يونيفورم فيلد، حركة شحنة في مجال كهربي منتظم. حركة شحنة في مجال كهربي منتظم، طيب يعني ايه الكلام ده؟ انا لو انا عندي دلوقتي بليت او لوح بالشكل ده مشحون وعليه شحنة موجبة، وبليت بالشكل ده مشحون وعليه شحنة سالبة، فدلوقتي زي ما انت حضرتك عارف ان المجال هيتحرك في اتجاه من الموجب للسالب، يعني دلوقتي المجال بيتحرك في اتجاه محور اكس، وجبت شحنة بالشكل ده كده حطيتها هنا وبدأت احركها يمين او شمال، يعني برضو الشحنة بتتحرك جوه المجال في اتجاه محور اكس، فكده الحركة بتوازي المجال. طيب لو انا معايا المجال ومعايا الشحنة وعاوز اجيب القوة، يبقى القوة بتساوي ايه؟ لسه قايلين ان الاف بتساوي الاي في الكيو، ولكن من قانون نيوتن التاني لو انا عندي اي جسم بيتحرك يبقى القوة المؤثرة عليه بتساوي الماس في الاكسلريشن. طب تعال نساوي دول ببعض، يبقى كده الاي في الكيو هتساوي الام في الاي. طب انا عاوز اجيب الاكسلريشن في طرف لوحده، يبقى الاكسلريشن من هنا كده هتبقى اي في كيو على الام، وده القانون اللي انا بستخدمه بحسب الاكسلريشن او العجله بتاعه الجسم او الشحنه اللي جوه المجال. طيب السؤال هنا بقى باشمهندس، احنا ليه حسبنا العجله او الشحنه اللي جوه المجال؟ لان ببساطه العجله اللي جوه المجال، العجله الشحنه اللي جوه المجال ليه حسبنا العجله بتاعتها؟ لان ببساطه عندك في الديناميكا ثلاث قوانين اللي هم الفي بيساوم في نوت زائد الاي تي، والاكس بيساوي في نوت تي زائد نص اي تي تربيع، وان الفي تربيع بيساوي في نوت تربيع زائد 2 اي اكس. حضرتك كل اللي بتعمله بتحسب العجله، بعد كده المساله بتتقلب معاك ديناميكا بقى عادي خالص. اديك السرعه الابتدائيه والنهائيه اقول لك هات المسافه، اديك السرعه الابتدائيه والنهائيه اقول لك هات الزمن، زي ما هنشوف دلوقتي. بس خلي بالك انت حضرتك عارف ان لو الجسم سرعته بتزيد فبيعمل حاجه اسمها عجله تزايديه بتاخد اشاره موجبه، ولو الجسم سرعته بتقل بيعمل حاجه اسمها عجله تناقصيه بياخد اشاره سالبه. السؤال هنا مين اللي هيحدد اشاره العجله؟ حضرتك اللي هتحدد اشاره العجله. طب بحددها ازاي؟ تعال ما نشوف. تخيل لو انا عندي شحنه موجبه تتحرك بسرعه في نوت في الاتجاه ده، وده اتجاه المجال الكهربي. طبق معايا كده يا باشمهندس القاعده اللي احنا خدناها في اول السكشن، عند وضع شحنه موجبه في مجال اتجاه القوه نفس اتجاه المجال، المجال ماشي كده فيبقى في قوه على الشحنه في الاتجاه ده كده. طيب انسى المجال خالص مالكش دعوه بيه، دلوقتي الشحنه بتتحرك في الاتجاه اليمين وفي قوه بتزقها يمين، فكده السرعه بتاعه الشحنه هتزيد لان القوه بتزق في نفس اتجاه الشحنه، فبالتالي طالما السرعه هتزيد فالعجله في الشكل ده هتبقى عجله موجبه. طب حلو انا ما فهمتهاش، تعال ناخد عليها كمان مثال. قال لك بمنتهى البساطه عندي شحنه موجبه بالشكل ده كده بتتحرك في الاتجاه ده بسرعه في نوت، وده اتجاه المجال. طيب تعال ما نطبق، عند وضع شحنه موجبه في مجال اتجاه القوه نفس اتجاه المجال، المجال ماشي كده فالقوه هتاثر في نفس اتجاه المجال. دلوقتي الشحنه ماشيه ناحيه الشمال والقوه بتشد ناحيه اليمين، فاكيد السرعه هتقل، فبالتالي هتبقى العجله باشاره ايه؟ سالبه. هتبقى العجله باشاره سالب. طب برضو ما فهمتهاش، عندي شحنه سالبه تتحرك في الاتجاه ده وده اتجاه المجال. يلا معايا كده خطوه خطوه، عند وضع شحنه سالبه في مجال اتجاه القوه عكس اتجاه المجال، فلو المجال ماشي كده القوة هتمشي كده. حلو، دلوقتي الجسم ماشي يمين والقوة بتشده ناحية الشمال، فبالتالي السرعة بتاعته هتقل، فهتبقى العجلة عندي بإشارة ايه؟ سالبة. لسه مش واصلة، خد المثال ده كمان، شحنة سالبة بتتحرك في الاتجاه ده بسرعة في نوت، وده اتجاه المجال. عند وضع شحنة سالبة في مجال اتجاه القوة عكس اتجاه المجال، المجال ماشي كده يبقى القوة هتمشي عكسه. طب دلوقتي الشحنة ماشية شمال وفي قوة بتزقها ناحية الشمال، فكده هتزود سرعتها، فالعجلة هتبقى بإشارة ايه؟ موجبة. فانت اول ما بيجيلك المسألة من النوع ده كل اللي انا بعمله بحسب العجلة، بشوف العجلة بكام، احدد اشارة العجلة، ابدأ اعوض في قوانين الديناميكا واطلع المطلوب مني. تعال اما نشوف مثال على الكلام ده. جايب لي مسألة بيقول لي ايه؟ بروتون، البروتون ده موجب ولا سالب؟ موجب اهو، بروتون اهو، ماله بقى البروتون ده؟
fired with initial velocity 8 في 10 أس 5، بيتحرك بسرعة ابتدائية v نوت 8 في 10 أس 5 متر على الثانية. فبيقول لحضرتك إن الـ إن الـ إن in direction opposite to uniform field، بيتحرك في عكس المجال، في عكس اتجاه المجال، opposite direction عكس اتجاه المجال. طب أنا فرضت إن هو ماشي كده، فطبيعي يبقى المجال عكسه، هيبقى كده لأنه قال لك إن هما opposite direction، وقال لك إن قيمة المجال ده أهو الـ E بتساوي 2.4 في 10 أس 4 نيوتن على كوب. أول مطلوب إيه بقى؟ أول مطلوب معايا، تعال نقرأ كده، find the acceleration، عاوز العجلة، تقوم قايل الأكسلريشن بتساوي E في كيو على ام، عوض كده على مهلك، الاي 2.4 في 10 اس 4، الكيو ده بروتون، هتلاقيه مديلك الشحنه بتاعه البروتون 1.6 في 10 اس سالب 19، على الام كتله البروتون هتلاقيه مديها لك 1.67 في 10 اس سالب 27. كده هنطلع الاكسلريشن والوحده بتاعتها متر على الثانيه تربيع. ولكن فاضل حته صغيره، فاضل تقول لي يا ترى العجله دي موجبه ولا سالبه؟ تعال نشوف، دي شحنه موجبه، طبق معايا عند وضع شحنه موجبه في مجال اتجاه القوه نفس اتجاه المجال، المجال ماشي كده فالقوه هتمشي في نفس الاتجاه بالشكل ده كده اهو، كده اتجاه القوه واتجاه المجال مع بعض. طيب بص، دلوقتي الجسم ماشي يمين والقوه بتشده ناحيه الشمال، فسرعته هتقل، فبالتالي العجله هتكون باشاره ايه؟ سالبه. يبقى العجله اللي حضرتك طلعتها دي تروح تحط لها اشاره سالبه. حلو قوي الكلام ده، ده كده اول مطلوب خلصنا منه. طيب تاني مطلوب بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك هاو فار، هاو فار يعني بيسالك عن المسافه، عاوز الاكس. هاو فار داز ات ترافل بيفور كامينج تو ريست، كامينج تو ريست يعني يا شباب؟ يعني الجسم يقف، يعني السرعه النهائيه هتكون بكام؟ بزيرو. هو عاوز الاكس، طب ما ده كلام حلو قوي، اجيب له الاكس ازاي؟ تعالى اما نشوف واحده واحده. انا معايا السرعه النهائيه ومعايا السرعه الابتدائيه ومعايا العجله، هقوم قايل له في تربيع بيساوي في نوت تربيع زائد 2 اي اكس. حلو، ده القانون الثالث. يلا انا معايا الفي بزيرو بيساوي الفي نوت 8 في 10 اس 5، بس خلي بالك تربيع زائد 2 العجله في المسافه اللي هو عاوز. طبعا انت معاك العجله بس ما تنساش تحط العجله بالاشاره بتاعتها اللي هي اشاره سالبه. كده اللي مجهول في المعادله دي الاكس، هطلع الاكس ودي مسافه تبقى وحدتها متر. طيب تعالى معايا كده في المطلوب الثالث، هاو لونج ويل ات تيك، بيسالك هناخد وقت قد ايه قبل ما نقف، يعني عاوز الزمن. حلو، ممكن استخدم القانون الاول ان الفي بتساوي الفي نوت زائد الاي تي، الفي بزيرو لانه هيقف خلاص بيساوي الفي نوت 8 في 10 اس 5 زائد العجله معاك، بس ما تنساش تحط العجله هنا باشاره ايه؟ سالبه. في الزمن كده مين اللي مجهول؟ التايم، طلعنا التايم والوحده بتاعته ايه؟ ثانيه. بس كده، ده كده كان ملخص للشابتر واحد في الالكتريك فيلد اللي هو المجال الكهربي والكلام ده. اتمنى ان يكون الامور واضحه، لو في عندكم اي اسئله تقدروا تبعتولي ان شاء الله. شكرا، واشوفكم السكشن اللي جاي.